السيد مدير السكن الإلقائي كلمة حول قطاع السكن في ولاية خنشلة. يتفضل المشكور. المبادرة الثانية على قبولها لكل المستفيدين. في ولاية خنشلة حقق قطاع السكن إنجازات هامة تسير في منحنى تصاعدي، وهي نتائج يعكسها الواقع وحقيقة يشاهدها المواطن بأم عينه. تبعا لتوجيه السيد رئيس الجمهورية بعد زيارته التاريخية للولاية، تم تبليغ هنا بحصة تكميلية تشمل على 6000 وحدة سكنية برسم برنامج الشطر الثاني لسنة 2024. استفدت من بناء الريف وبارك الله في الجزائر إن شاء الله، وربي يحييهم إن شاء الله ويصلح الحال نتاعنا ونتاع المسلمين إن شاء الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على قطاع التجزئة اللي استفدناها من تاع بلكيطان. نشكر الدولة الجزائرية والحمد لله رب العالمين.